إخلاصكو waa shay aad iyo aad u qiimo badan waana laf dhabarta diinteena way ninka loo yaqaan Abu al-Bakhtari Sa'id ibn Fayruz at-Tabi'i al-Jaliil wuxuu oran jiray wadidtu an yutaa Allah wahdah wa inni kuntu 'abdan mamluka xiru waxaan jeclaan lahaa waa Tabi'i Jaliila ummada ragii Ilaahay ku anfacay way magac buu leeyahay min rijaal al-shaykhayn tayib wa ma'a dhalika wuxuu leeyahay waxaan jeclaan lahaa ummadu Ilaahay inay caabudo wadada wanaagsan garato anigana aan adoon noqdo bimacna aan la ii tiirin waxba aanan ku yeelin hawsha iyada muhiimaddu maaha adigu inaad ummadda ka dhex muuqato ood magac yeelato ood ummadda hoggaamisay muhiimaddu waxa weeye addoommahan inay Ilaahay addoonnimadiisa qiraan inay addoommo u yihiin ogaadaan hawshaana ay qiraan kana dambeeyaan sharcigana ku dhaqmaan weeye muhiimaddu atharkaas فيروز وحصوص صار المبارك في كتاب الزهد بسند صحيح نعيم بن حماد من أهل السنة والجماعة أئمة السلف وحوليها ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة إن لا الشابوغ أو لا يتشيدلو أو لا يكرباشو أيا يقفض بين النية الصالحة لا إيمان يعني وإخلاص بوتشي ذا نيضم مرنا وحالوش ذا مدى عمل كوكو أصحو هو قصدي عادي مرنا وإخلاصك عمل كأن لا أقبل لا أنت لأنه الصحابة ظاهر كأي قبولك ولا بك لما سألوا من إخلاص بالفرور أم من نوحة لفرور النية أي قصتي عمل لو قصت شروط سنة وطأو فقه وافق سنة أعماش عادي قاهي شروط عادي قاهي حولي إن لا يشهد له لا يشابه ولا يكرباشه أي يغفضه إن النية الصالحة في الأعمال لا إماده فضيل بن عياض حولي أسوه من لم يكن في عمله أكيس من ساحر وقع في الرياء عمل كأول الله إيمانا ينين كان كحريف سنين أون كفي دوين ساحرك ساحرك هو مصيبة دي واحد أن يقول بسكوح حرية بلاي وصمين هيا مسكح وين باكور ركبا وانين ماهر أوي نين كان ساحر بوري كفي دوين وان كدوك بنين وان كعقل بنين بوري هذي يكور عمل كوصي سحر وحف رسانيا شرك الرياء waa shirka asgar awi meeladan arkay nin buu kaasoo gali adoo la waad qumantay baad dhex fariisan marka aad in la soo ilaaliyo acmaashiinii iyo dacwadiinii iyo cilmigiinii iyo tarbiyadiinu waynu dardaarmayna xamdu min axmad oo min culamaa salaf baa waxaa la weydiiyey maa baalu kalaami salaf anfacu min kalaamina balay salafku hadal yar buu nin oranhay ummadda ilaah ku anfacaaya annagu barar cajalaanu buuxin شن مجلد بوحي صدم كتاب ألف وحبك صعون ماي واسدي بيلا ذا حقي وحسك قبل يا هاي سلفكو كلمة يرو يلاذين بيلا هم مدكو أنفعا هذا الكود وافقي وعلمي وحكمه ومدنا الصنائي الصامين بكله أنا وحا يجي وهل بعض لغول ليس وحقبض ممي واسدي بيلا ذي وحوري لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق وانك لا تقنبو ننك السلف كعالم كإمام كمركو هالله هاي وحوها الله يا إسلام كوحنق ذو قوش السريق عانتو أصو هاي يشو نفط هذا أتكبت بادو حلك هذا قدو الدينيت إلهي نرهالي قلي صدح لا قضبو الله بو إلهي ورهالي قريو إسلام كو الدونين وحنق ذو نفتي سو لي حلك الدينيت قدو أنه سمع بروح هذا الكين ونقضي بلاشك نتكلم بالعز النفوس هذا هو التسيطة ضبا أن ماشن شرفكو يلي تمقع ميسك وإن تقرعه منابرته وإن تكموقته مقال هذا وإن لقوف فديه واي سيدة ضبا واسي دي انت وصنا الحر ويدو حبرنا يسوى معلنا هاي دي وح محال لقوع اعتراف الأيهاي كو صمالي أما وذا ما أنت تشوغي بضنكوت إلا من رحم ربي نفتي سوسا كدماني inuu asagu wax noqdo lambar kow ah markuu asagu wax noqdo ummadu markaa xuquuq baalays ah iyo carab dhaqa heesho laakiin asagu waa inuu meel fadhiisto oo ummadu ka dhex muuqdo sidaa darteed ba wadaadu waxay yiraahdeen qaybo kamid ah wal caalim inda al awam man sa'id al manabir wa hazza al a'wad ninka tiirarka gilgila minbarkana fuula ninka unba caalim inda al caama يعني روح مسلم كي داعي ما انت وحل دون حسابها نفتي سي حدود كبنان كي توجي الهي سبحانه وتعالى مشروع سي ميسكا صوصر تكاس كل بنايه ضدك يا اسك ايمان والله سوك حين
طيب وليها تبليغ يا حورن جرين اثر باشر وضعيف لكن واثر اسكفع حق معناها الهي بحور يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك الدنيا انين كان اني اشقي الله واعماشي اذا كصبحي واجباتك اشقي دبا اورد نينك اديه كوغو نفخي كوغو سلسنا كوما شقيسو بيها كودانس يعني معنى صح هو الدنيا والنوع عاص هذا الهي سبحانه وتعالى اد حقيسا وحنا ورنا اسغا كينهي حديث لكن الدنيا كو انفريرتو ايدا اد كوسستو اينا كوغو سسي الهي مركه دمبه كديش وخ لوغي هوي حديث كبا عضيني اثر كاس ضعيف كا وحا عضيني حديث من كانت الدنيا همه حديث كاس عضيني فرق جمع الله شمله فرق الله شمله طيب وجعل فقره في عينيه ولم ياتي من الدنيا الا ما كتب له وفي روايه واتته الدنيا وهي راغمه لكن انك كدي ومن كانت الاخره همه جمع الله شمله إذن سوسعي ما حد بيا لو آتته الدنيا وهي راغمة الدنيا ذا يدو سند ليسن ولا سودرقي بيكو دبي استاجبة مالك يا مجعي يا حوله يا الدنيا واسك إيمان هيا لكن أقول مرك أوه الرئية القصد الثاني هكذا القصد الأول هكذا هكو حساب تمن بنان جزك جي أرنك أصدق إخلاصك وإن علمه يا معلمين اللي قد دالو إلهنا سبحانه وتعالى وحلموده ضدك وركضن اللوك هذه